الحاله مش عارف مصاب ولا مجني ولا مش عارف ولا احنا نعرف ولا احنا عارفين ايه ممكن بالذات كل الشباب الشاب يعني الاعضاء اللي كنزت اللي بالطاقم ولا واحد منا كان عارف انه راح يقعد مع الجواكب هذا بسرعه عبد الحكيم. معنا الأستاذ جريس مطر سكرتير لجنة المتابعة أو القطرية. طبعاً اليوم كان في اجتماع عندكم للمتابعة إلا أنه تم تأجيله، وطبعاً أنتم مجتمعين بصفة لجنة قطرية في ديوان رئيس بلدية سخلين، تحكي لنا شو القضايا اللي أو البنود اللي ناقشتوها في اجتماع القطرية؟ يعني هذا الاجتماع هو استمرار اجتماع لعقد مع رئيس الحكومة بيبي نتنياهو بصدد ورقة العمل والمطالب التي بلورت يعني في اجتماعنا في تركيا. وعلى أثرها يعني كان هناك الاجتماع مع رئيس الحكومة. يعني الخطة اللي احنا قدمناها هي من أجل جسر الفروقات و بالميزانيات طبعا الوسط العربي، والخطه هي يعني لخمس سنوات اللي عمليا اذا بنطلع عليها من ناحيه مبالغ نشوف انها هي بسيطه وقابله للتنفيذ. يعني مطالبنا هي يعني اقل من 1.5% كل سنه من ميزانيه الدوله من اجل يعني مسح قدر المستطاع الفروقات الموجوده اليوم بالوسط العربي، ويعني مقارنة بالوسط اليهودي. وطبعا هذه امور اوليه، احنا يعني ما بنطالب بشيء اكبر من الاشياء الاوليه اللي احنا بحاجه لها. وطبعا منها احنا بنعرف وضعنا المالي في الوسط العربي والاجحافات الموجوده في الميزانيات التي يعني ناخذها من كل الوزارات المختلفه في الحكومه. فيعني هذا الاجتماع اليوم هو بصدد هذا الموضوع. ايضا ما حدث في قرية دهمش للاسف الشديد اعادة هدم البيوت الثلاثة التي يعني على باعقاب قرار من لجنة المتابعة ولجنة القطرية تم اعمارها. فالحكومة يعني بهذا الصباح قامت في هدم المنازل من جديد كما حدث في كفر كنا وبدهمش وفي النقب. يعني هناك سياسه مبلوره ومنهجيه تجاه الوسط العربي بما يتعلق في توسيع مناطق الاعمار وايضا توسيع مناطق النفوذ. وهذه شغلات يعني اللي بدها اجتماعات وقرارات وبدايه طريق تختلف عن المحادثات العاديه لانه لم يجدي نفع. يعني كل الاشياء اللي كانت تقال او تبحث في اجتماعات عاديه الظاهر انه بضل حبر على ورق. احنا اليوم نحكي على بدايه نهج و يعني مظاهرات واعتصامات وطريقه يعني من اجل انه الحصول على حقوقنا الاولويه اللي بنشوفها الحق لنا، مش يعني عمل حسني ولا يعني بده يشفقوا علينا، لا هي امور اوليه احنا كمواطنين بحق لنا وبتطلع لنا ونحكيها ونطالب فيها في عين طويله وفي موقف ثاني. يعني نتوقع تصعيد المواجهة مع الحكومة من حيث المظاهرات ومن حيث الأعمال الاحتجاجية؟ إيه لا شك، يعني احنا نطلع على الماضي وعلى الحاضر ونشوف كيف يعني نهج التعامل في هاي الدولة. فيعني من دون عمل واضح وإجراء مظاهرات واعتصامات ويعني العمل بهذا الاتجاه كل الاجتماعات لا تجدي ولا تجيب منفعة، بتضل يعني هناك وعودات. يعني أنا أقول لك شبعنا وعودات، يعني إحنا بنعيد على الحديث من سنة لسنة نفس الحديث نفس المواقف نفس يعني التعهدات اللي بالأخير تتبخر ولم يبقى شيء. فالدور إحنا يعني لازم نفكر بشكل عملي في تصعيد يعني الإجراءات اللي إحنا بنشوفها من أجل الحصول على حقوقنا وأشياءنا الأولية كمواطنين متساوي الحقوق في هذه الدولة.